السلام عليكم ورحمة الله طلابي الأعزاء، تعالوا بنا نستكمل الدرس الخاص بالروت لوكس. وقلنا إنه الروت لوكس ده هو سكتش لمسارات الجذور للكلوز لوب ترانسفير فانكشن، الكلوز لوب كنترول سيستم. وقلنا إنه أنا ما عنديش دالة صريحة بعوض فيها وأعمل بلوتينج، لكن أنا عندي مجموعة من الكونسترينز، مجموعة من القواعد اللي لو اتبعتها اقدر ارسم سكتش بشكل صحيح. المرة اللي فاتت احنا اخدنا اكزامبل، شرحنا بس يعني استخدمناه في ان احنا نوضح القواعد دي، وقلت لكم انه انا باقي لي قاعدة واحدة للرسم وكمان قاعدتين مهمين ل لاستكمال الدرس دوت. انه انا لما برسم روت لوكس بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، من اول كي بتساوي صفر لغايه كي بتساوي انفينيتي، طيب افرض ان انا عاوز اجيب كي هنا بكام، او عايز اجيب كي هنا بكام، او كي هنا بكام. خلاص كي هنا انا عارف ان ده كي ماكسيمم فور ستابيليتي، وانا جايبه بالحساب عند الكروسنج للايماجري اكسيز، لكن كي هنا بكام دي عايز اعرفها. تمام. النقطه الثانيه انه السكتش انا عاوز اضبط النقاط شوية، او عاوز احسن من السكتش بتاعي شوية. ازاي اعرف اذا كانت النقطة دي الافضل انها تنزل تحت شوية ولا تطلع لفوق شوية، ولا هي كده مظبوطة ولا ايه؟ فانا النهاردة ناقص لي قاعدة في علشان استكمل بيها قواعد السكتش، وناقص لي قاعدتين اللي هما الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن للروت لوكس. المرة اللي فاتت احنا وصلنا انه خدت 8 قواعد، انه انا اسولف الكاركترستيك ايكويشن في ماينس كي، بعد كده بالوكيت الاوبن بولز والاوبن لوب زيروز على الاس بلين، بعد كده ممكن ارسم الروت لوكس على الريال اكسيس يصير العدد الفردي، وبعد كده اذا كان انا عندي عدد البولز اكتر من عدد الزيروز، وده هيكون على طول عدد البولز اكتر من عدد الزيروز، لكن لما يكون الفرق بينهم اتنين او اكتر بجيب النمبر اوف اسيمتوتس، الخطوط التقاربيه ونقطه تلقيهم على الريال اكسيز وزواياهم. وبعدين كمان في خطوه، لو انا عندي كروسنج للايماجري اكسيز اجيبه ازاي، كاركترستيك ايكويشن اشيل اس واحط جي اوميجا اساويها بالصفر، وبسولف الايماجينري يعني الايماجينري ريال فور اوميجا، وبسولف البارت الثاني فور كي، واجيب هنا الاوميجا كروسنج، ومعاها كمان اجيب الكي ماكسيمم فور ستابيليتي. والله لو الروت هيخرج من بول والبول دوت موجود في كومبلكس ايماجينري يعني، يبقى في زاويه خروج اقدر اجيبها بالقانون اللي انا كتبته. النهاردة تعال نشوف مسألة تانية. المسألة التانية دي أنا هوضح عليها القاعدة اللي ناقصاني. تمام. فالمسألة التانية دي بسيطة جدا، دي مسألة ستاندرد سكند أوردر. يعني لو كي بتساوي واحدة تبقى ستاندرد سكند أوردر، لكن ممكن الكي دوت يتغير، وقلنا إنه الباست دوت معامل تكبير ممكن اضرب، لكن الكاركترستكس بتبقى في المقام، فدي سكند اوردر فور شور. سكند اوردر يعني دي من الدرجه الثانيه، يعني فيها جذرين، يعني الجذرين دول بيتغير مكانهم بتغير كي. ف لما هاجي ارسم الروت لوكس هيبقى تو برانش، كل برانش فيهم كل جذر بيمشي على برانش فيه. طيب اول خطوه ايه؟ اول خطوه ان انا اجيب الكاركترستيك ايكويشن دلتا. جبت دلتا 1 زائد كي جي اتش يعني تساوي 0، 1 زائد كي في اس على اس زائد تساوي 0، يبقى سولف دلتا فور ماينس كي، يبقى ماينس كي دي تيجي الناحيه الثانيه بالسالب، بعد كده ماينس كي تبقى هنا، وهتضرب اس في اس زائد 2 في الواحد، يبقى ماينس كي بتساوي اس في اس زائد 2. امتى كي تساوي صفر؟ لو الباست تساوي صفر، يعني لو الاس تساوي صفر والاس تساوي سالب 2. امتى كي تساوي انفينيتي؟ مفيش مقام اصلا، يبقى مفيش زيروز، يبقى انا عندي 2 بولز وما عنديش زيروز. الخطوه اللي بعد كده انا بالوكيت الاوبن لوب بولز على الاس بلين، فهنا اس ب0 اهو اس ب0،
وفي اس عند سالب 2 ادي 1 ادي سالب 2 ادي كمان في بول. الخطوه اللي بعد كده انه في جذور على الريال اكس يسار العدد الفرعي ده فور شور. فهنا ده رقم 1 فالمفروض انه في جذور هنا رقم 2 هنا مفيش جذور يعني الروت هيبقى ماشي من هنا لهنا. تمام الروت هيبقى ماشي من هنا لهنا. طيب ده هنا عند البول ده كيب 0 وهنا احنا لسه قايلين كده عند كيب 0 وعند الاس بيساوي 2 ب 0 والمفروض الجذور بتمشي من بول تروح ل 0 او تروح لانفينيتي. فده معناه انه انا لو جيت رسمت هنا كده خط هيبقى مش منطقي لانه هنا الجذور بصفر هنا كيب صفر وكيب يزيد هنا كده مسار الجذور وكيب يزيد وهنا برضو كيب صفر وداخل على جوه وكيب يزيد. يعني ايه؟ يعني انا ممكن الاقي مثلا جذر عند سالب ربع وجذر عند سالب 75% كي كمان يزيد هيبقى هنا وهنا هيبقى 1 عند 4 من 10 و 1 عند 6 من 10 بالسالب. فاذا كانت الوضعيه كده وانه هنا لما جيت ارسم الجذور على الريال اكسيز يسار العدد الفردي ولقيت ان الجذور واصله من بول لبول كده يبقى لازم اكيد فرشور في نقطه في ما بين الجذرين دولت في نقطه الروت هيخرج من الريال اكس ويطلع على الكومبلكس كونجكت بارت. تمام على الايماجينري يعني في نقطه الجذور هتبقى مش ريال الجذور هتبقى مش ريال هيبقى فيهم واحد فيهم كومبلكس كومبلكس روت والكونجكت بتاعه. نقطه الخروج من الريال اكسيس دي هي دي الخطوه اللي كانت ناقصه خطوه البريك اواي بوينت. ازاي احسب النقطه اللي الروت بيخرج فيها من الريال اكس ويطلع على الايماجينري روت. اجيبها ازاي النقطه دي؟ يبقى دي النقط الثمانية اللي احنا شرحناهم في المحاضرة اللي فاتت. ادي الخطوة رقم 9. طبعا الترتيب هنا ترتيب ملوش معنى الحقيقة لانه المسألة اللي فاتت مثلا ما كانش فيه بريك اواي ما فيش بريك اواي هو كانت المسألة اللي فاتت واضح جدا انه الجذور مش هتسيب الريال ده هو كان ماشي على طول على الناحية الشمال فما كانش فيه بريك اواي. في مسائل تانية مش هيبقى فيها كروسنج للإيماجينري أكسيس أساسا الخطوة مش موجودة أصلا. في مسائل تانية لو عندي 2 بولز و 0 مثلا يبقى عندي نمبر أوف أسيمتوت واحد وبالتالي سيجما أسيمتوت ملهاش معنى ولا فاي أسيمتوت لا هو 180 هو ماشي شمال فيبقى الخطوة الرابعة والخامسة والسادسة ملهاش وجود أصلا. فهنا الترتيب هنا الحقيقة بصرف النظر عن أول ثلاث خطوات ملوش معنى يعني اول ثلاث خطوات دول اساسيين بعد كده مين الاول مين هيجي قبل مين على حسب ظروف الارقام اللي عندي في المساله. فيبقى الخطوه اللي انا نقصاني كانت ان انا اوجد البريك اواي والبريك ان. البريك ان دي بقى البريك ان العكس لو 2 0 ورا بعض وفي روتس في النص ما بينهم هنا كيب انفينيتي وهنا كيب انفينيتي يبقى لازم الجذر هيجي له من بره ويدخل على الزيرو بالشكل ده فيبقى هنا في نقطه دخول. نقطه الخروج ونقطه الدخول دي هجيبها such that انه تفاضل الكي اللي انا جبته هنا بالنسبه للاس ايكوال تو 0 بجيب القيم العظمى والصغرى لكي. لو كانت ماكسيمم تبقى اواي لو كانت مينيمم تبقى بريك ان. والخطوه دي انا مش محتاج اعملها الصراحه ليه لان انا ببقى عارف مين هي البريك اواي ومين هي البريك ان. إذا كان 2 بولز ورا بعض كده يبقى بريك اواي، إذا كان 2 زيروز يبقى أكيد أكيد بريك ان. فما بقاش محتاج أنا أعرف التشيك التاني الرياضي إن أنا أجيب التفاضل التاني ونشوفه بوزيتيف ولا نيجاتيف، إذا كان نيجاتيف يبقى ماكس يبقى نقطة عظمى يبقى اواي، إذا كان بوزيتيف يبقى مينيمم يبقى بريك ان. طيب نرجع تاني للمسألة بتاعتنا، يبقى أنا كي في اس في اس زائد 2 فطلع عندي بول عند الزيرو طلع عندي بول عند سالب 2 الروت هيخرج من عند كي بيساوي 0 وهو ماشي الروت هيخرج من عند كي بيساوي 0 وهو ماشي هيجي في نقطه هيصطدموا ببعض واحد يطلع على فوق واحد ينزل على تحت. النقطه دي فين؟ النقطه دي فين؟ خلاص اتفقنا ان انا هجيب دي كي بير دي اس. ادي كي انا اوريدي جايبه يعني هتفاضل بالنسبه لاس اس تربيع زائد 2 اس عشان بس ما اقولش الاولى في تفاضل الثانيه زائد الثانيه في تفاضل الاولى فضربت الاس جوه ويبقى تفاضلها هيبقى 2 اس زائد 2 تساوي 0 يبقى الاس تساوي سالب 1 يبقى الروت هيخرج عند النقطه سالب
واحد. طيب اوكي هيخرج يروح لانفينيتي لان ما فيش زيرو، فلازم اجيب الاسيمبتوتس. عندي كام اسيمبتوتس؟ انا عندي 2 بولز وما عنديش ولا زيرو، يبقى عندي 2 اسيمبتوتس، يبقى زواياهم 90 وسالب 270، واحد لفوق اهو واحد لتحت، ده الاسيمبتوتس. سيجما اسيمبتوتس بتساوي كام؟ سيجما الريال بارت بتاعت البولز على عددهم، سيجما الريال بارت بتاعت البولز اللي هي 0 وسالب 2 تمام على 2 يبقى سالب 1، يبقى انا السيجما اسيمبتوت طلعت هي نفسها نقطه البريك اوي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انه الروت هيخرج من عند البول ابو اس بتساوي صفر، اللي هو هنا كي عنده بصفر، ويصطدم هنا بالروت اخوه اللي جاي له من عند كي بيساوي سالب 2، واحد يطلع لفوق مع الاسيمبتوت، واحد ينزل لتحت برضه مع الاسيمبتوت. يبقى انا دي مساله من الدرجه الثانيه، عندي 2 برانش، في روت هيمشي على البرانش الاسود وفي روت هيمشي على البرانش الاحمر. بعد نقطه الخروج ده هيبقى الكومبلكس والكونجكت، كومبلكس والكونجكت. قبل نقطه الخروج هيبقى الاثنين جذرين زيتا فيهم هتبقى اكبر من واحد تمام، هيبقى في جذر ما بين الزيرو والواحد وفي جذر ما بين السالب 2 والسالب 1 تمام. اوكي كده يبقى الخطوه الاخيره كانت ايجاد البريك اوي والبريك ان بوينتس. انا طبعا المساله دي برضو حاططها عشان في كومنتس كتيره، في نوتس كتيره جدا ممكن ناخد. اول حاجه انه لما كان هنا الاوردر بتاعي السيستم تايب بتاعي بواحد، فلقيت انا جذر عند الاس بكام؟ بصفر. اول ما اشوف انا جذر عند الاس بيساوي صفر، السيستم ده الستيدي ستيت بتاعه الستيدي ستيت ايرور بتاعه بزيرو على طول. اول ما الاقي انا عندي بول عند الاس بزيرو، يبقى الستيدي ستيت ايرور بزيرو فور ستيب انبوت. طيب هنا كل ما تزود كي، كل ما تزود كي واضح انه سيجما بقت ثابته وبالتالي تي اس بقى ثابت. ها مهما تزود كي السيستم هيوصل عند تي اس طبعا بعد نقطه البريك اوي هيبقى تي اس ثابت. لكن ايه هنا اللي بيزيد؟ كل ما تطلع فوق كل ما تلاقي انه الفاي بتزيد، وبالتالي انت كل ما تطلع لفوق زيتا تقل، وبالتالي كل ما تطلع فوق الاوفر شوت تزيد، الاوفر شوت ايه تزيد. طب السؤال هنا كي بيساوي كام؟ امتى انا هبقى كومبلكس كونجكت؟ امتى انا هيبقى السيستم فيه اوسيليشن؟ ها ازاي اجيب كي هنا؟ طب وهنا بس لا، ده انا عايز اعرف كي هنا بكام، وعايز اعرف كي هنا بكام، وعايز اعرف كي هنا بكام. افرض ان انا عاوز السيستم يبقى عند النقطه دي، عند الزيتا دي مثلا، يبقى عايز اعرف اجيب كي بكام، اجيبها ازاي؟ اجيبها ازاي؟ هو ده اللي انا هقول لك عليه كمان دلوقتي حالا، انه بجيب انا المعادله بتاعت الكي دي واقول انه موديلس كي بيساوي البعد من الجذر اللي عند اس بزيرو مضروب في البعد من الجذر اللي عند سالب 2. يعني انا باخد المودولس هنا، مودولس هنا، مودولس هنا، يبقى مودولس كي بتساوي البعد من عند اس ابو 0، البعد من عند اس ابو سالب 2، البعد من هنا كام؟ بواحد، البعد من هنا كام؟ بواحد، واحد في واحد بواحد، يبقى ات مينز وات؟ ات مينز انه كي هنا بزيرو، كي بربع، كي بنص، كي كي كي، وبعدين هنا في نقطة الانطلاق البريك اوي دي كي كان عندها بكام؟ بواحد. يبقى انت لو حطيت كي اكبر من واحد في المسألة دي يبقى السيستم هيطلع من اوفر دامبد، هو كي بيساوي واحد هيبقى كريتيكالي دامبد، وبعد كده زيتا هتبتدي تبقى اقل من الواحد. يبقى هنا في النقطة دي كي بكام؟ بالواحد. عايز أتأكد لو سمحت بعد إذنك، فيبقى دلتا اللي هي بتساوي إس تربيع زائد إس تربيع زائد 2 إس زائد كي، ها؟ اضرب المعادلة دي كلها في المقام، هتبقى إس تربيع زائد 2 إس زائد كي، ها؟ كي لو بواحد بقى اللي أنت جبتها دي، وتعالى حلل يطلع لك جذرين متكررين، ريبيتد روتس، ها؟ ريبيتد روتس عند اس سالب واحد وعند اس سالب واحد، يعني عند النقطه دي السيستم بقى كريتيكالي دامبت زيتا ايكوال تو واحد. قبلها بشويه، قبل الكي ما كانت بتبقى بواحد، قبلها الجذور هتبقى
زيت هتبقى اكبر من واحده، يبقى اوفر دامبنج، هيبقوا الجذرين غير مختلفين. هنا عند الكيب واحد هيبقوا جذرين متشابهين، بعد الكيب واحد هيبقى جذرين تخيليين. تمام، يبقى الروت لوكاس بيكشف لي الكاركترستكس بتاعه السيستم كله في الخريطه اللي انت شايفها دي. ابقى انا كده شرحت النقطه اللي هي بتاعه البريك اواي والبريك ان بوينت، وشرحت لك كمان حاجه مهمه جدا اللي هي الماجنيتيود كونديشن. يعني لو انا عايز اجيب كي هنا على طول، طبق القانون، مودولاس كي بيساوي البعد من اس، البعد من اس سالب 2، البعد من اس لو هو ايه، البعد من اس زائد تقيس بالمثلث بي، وانا قاسم سكيلته واحد لواحد، يبقى كي بيساوي ايه في بي اضربهم في بعض تعرف كي هنا بكام. شكرا والسلام عليكم. طيب ايه كمان القاعده اللي ناقصاني، اللي هي الانجل كونديشن. الانجل كونديشن احنا قلنا دلتا بيساوي 1 زائد جي اتش يساوي كام؟ يساوي 0. الزاويه بتاعت الجي اتش دي بتساوي زائد او ناقص 180. الزاويه يعني زاويه البسط ناقص زاويه المقام. والزاويه دي انت عارف لو هو ايماجينري روت بيبقى تان ماينس 1 الايماجينري على الريال. فهنا المفروض انه اللي فوق هيبقى زيروز واللي تحت هيبقى بولز، يعني زوايا الزيروز اللي في البسط ناقص زوايا البولز اللي في المقام هتساوي زائد او ناقص 180. انت لو جيت وقفت عند اي نقطه على الروت، المفروض ان انت لو راسم الروت السكتش بتاعك دقيق وصح، المفروض لو حققت الانجل كونديشن تطلع ناقص 180 زائد او ناقص 180. يعني مثلا لو جيت انا وقفت هنا واهو مفيش زيروز، عندي 2 بولز، يبقى عندي الزاويه ثيتا 1 وعندي الزاويه ثيتا 2، الزاويه اللي جايه له النقطه دي، الزاويه اللي جايه له من البول عند اس بتساوي 0، والزاويه اللي جايه له من عند البول اللي هو اس بتساوي سالب 2. فلو دي مثلا 120 ودي مثلا 60 يبقى ماينس 120، لا يبقى انت اول ما تساوي سالب 180 يبقى انا اي ام شور 100% ان النقطه دي واقعه على الروس. لو طلعت اقل شويه 170 190 يبقى انت لازم تظبط الروت بتاعك. طبعا انا المساله دي بتاعتي سهله ليه؟ لانه ده ستاندرد سكند اوردر، دايما الاسيمتوت بيبقى فوق وبيبقى الروت فوق الاسيمتوت بالشكل ده، وبالتالي انا هنا بشرح بس الكونديشن اللي هو الانجل كونديشن. لكن هنا لو انا برسم روت كده مش محتاج ان انا اظبط الرسم بتاعي، لان هو انا عارف ان الستاندرد سكند اوردر فورم واحد على فوق وواحد على تحت زي ما انت شايف بالشكل ده. تعالى نشوف مسألة تانية، نفس المسألة اللي عندي دي بس حطينا هنا position و velocity feedback، واتفقنا احنا قبل كده وشرحنا الجزء ده انه التلاتة دي position C نفسه هيرجع يطرح، لكن لما بضرب في S يعني انا فضلت C، فيبقى كأني بعمل velocity feedback. فانا هنا عامل position زائد velocity feedback. يعني لما تيجي تجيب ال جي اتش 1 زائد الجي اتش هيبقى اس زائد 3، ده هيبقى مع البسط هنا، وبالتالي ده زيرو مش بولز. فانا كده كاني ضفت زيرو اللي هو البوزيشن زائد البوست فيدباك، كاني ضفت زيرو للسيستم. فجذور النظام اللي هي الاساسيه واحد عند اس بصفر وواحد عند اس بسالب 2، زاد عليهم بقى انه في زيرو عند كام؟ عند سالب 3. انه اهو امتى كي يساوي صفر؟ لما الباست يساوي صفر، ماشي. امتى كي يساوي انفينيتي؟ لما المقام يساوي صفر، يعني الاس بتساوي كام؟ سالب 3، وبالتالي يبقى زاد عليا انا هنا، زاد عليا انا هنا زيرو. لما يزيد عليا زيرو يبقى عدد البولز ب 2 وعدد الزيروز ب 1، يبقى النمبر اوف اسيمتوتس ب 1، يبقى الثلاث خطوات بتوع الاسيمتوتس انا مش عايزهم بصراحه. لانه انا خلاص الاسيمتوت ب 180 درجه اللي هو 180 درجه يعني اللي هو الريال اكسيز وانت ماشي ناحيه الشمال. سيجما اسيمتوت فين؟ ما يطلع من اي حته، المهم ان هو ده الاسيمتوت. تمام، زوايا يعني يبقى كده النمبر اوف اسيمتوتس 1، سيجما الاسيمتوت مش مشكله يطلع من اي مكان، زوايا الاسيمتوت 180، الثلاث خطوات بتوع الاسيمتوت مش عايزهم. تمام، طيب لما اجي ارسم الجذور يسار العدد الفردي، هنا في جذور اهو بين 1 و2 في جذور، بين البول رقم 1 والبول رقم 2 في جذور، بعد البول رقم 2 ده عدد زوجي، مفيش هنا جذور على
ما فيش مسار للجذور على الريال اكسيس، بعد كده في مسار للجذور المفروض. ده ايه يا ربي؟ ده هعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ يعني دلوقتي لو الروت هيخرج من هنا والروت هيخرج من هنا، لازم يتقابلوا في نقطة ويطلعوا، وبعدين يطلعوا واحد يخش هنا وواحد تاني يمشي مع الاسمتوت ابو الريال اكسس. وبالتالي اهم خطوة هنا عندي هتبقى البريك اواي والبريك ان، مش الكروسنج اللي ماشي اكسيز. ليه مش الكروسنج اللي ماشي اكسيز؟ لانه الروت رامي ناحية الشمال خلاص، مش هيجي ناحية اليمين، والاسمتوتس بتاعي حذف شمال برضو، انا خلاص مش هلعب في الحته دي خالص. وبالتالي انا البريك اوي والبريك ان هتبقى خطوه البريورتي بتاعتها اعلى بكتير من الكروسنج. الكروسنج خلاص ما يمكن، ما فيش غير النقطه دي خلاص، مش يمكن اكيد. طيب يبقى اجيب دي كي بير دي اس بتساوي صفر، يعني دي على دي اس بتاع الاس تربيع زائد 2 اس على اس زائد 3 بتساوي صفر. هنا المقام هنا ال 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 البسط في ال 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 البسط في تفاضل المقام ناقص المقام في تفاضل البسط، ولا ايه؟ تفاضل البسط في المقام ناقص ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربيع المفروض، بس هو على المقام تربيع يساوي صفر، فخلاص المقام مش عايز والبسط يساوي صفر. طيب يبقى المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربيع يساوي صفر. المقام تربيع خلاص مش عايزه لانه بيساوي صفر، يبقى البسط يساوي صفر. المهم ضربت دول في بعض، يبقى 2 اس في اس تربيع ب 2 اس تربيع، وهنا 6 اس وهنا 2 اس ب 8 اس وهنا 6 اس ناقص اس سكوير ناقص 2 اس يساوي صفر. يعني اس سكوير زائد 6 اس زائد 6 يساوي صفر. روح حلل دي على الآلة الحاسبة بتاعتك، يطلع عندي نقطتين، نقطة عند سالب 1.8 ونقطة عند 4 سالب 7 4.7. طبعا هنا مهم جدا، انا ممكن افاضل تاني واعوض بالنقطة واشوف الماكسيم ولا منهم، هذا الكلام مش ضروري لانه I am sure 100% انه دي هتبقى البريك اواي، لانه هنا في 2 بولز ورا بعض لازم اخرج، وهنا هيبقى في 0 وهنا هيبقى في انفينيتي فلازم ادخل، فبقت هنا في بريك اواي وهنا في بريك ان. طبعا دي حاله خاصه لما يكون في 2 بول وزيرو، هيبقى الروت لوكس بيبقى دايره نص مركزها هو الزيرو ونص قطرها البعد بين الزيرو والبريك اواي او البعد بين الزيرو والبريك ان. يبقى لما اجي ارسم الروت لوكس هيبقى اهو من عند الصفر طلع جه عند البريك اواي خرج من الريال اكسيز وبعدين رجع دخل تاني للريال اكسيز وراح للزيرو، ها، وبعدين دوت برضو اخوه البرانش الثاني لانه من الدرجه الثانيه السيستم خرج وبعدين جه دخل هنا الريال اكسيس وتوكل على الله على انفينيتي مع الاسيمتوتس اللي هو عند 180 درجه. ده الروت لوكس، دي خريطه الجذور لهذا النظام. وتشوف هنا الزيرو اللي احنا حطيناه اللي هو البوزيشن زائد الفيلوسيتي فيدباك عمل تاثير في السيستم. تأثير ازاي يعني؟ تأثير انه الخط ده يمثل زيتا زي ما احنا اتفقنا، وزيتا لما جيت انا مثلا قول اي رقم يعني ما بين الزيرو والواحد، الزيرو زيتا هنا بزيرو وزيتا هنا بواحد، وانا خدت اي رقم لزيتا هتلاقيني انه انا قطعت السيستم الجذور مسار الجذور في نقطتين، نقطة قريبة يعني السيستم هيبقى بطيء ونقطة بعيدة عن السيستم هيبقى سريع. وبالتالي انا عايز احقق زيتا دي، فانا اخد السيستم السريع وهيبقى عندي الجذرين دول، ده على الاسود على البرانش الاسود وده اخوه على البرانش الاحمر، تمام. طب اجيب كي هنا ازاي؟ طبق على طول الماجنتيود كونديشن مودولس 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 مودولس، يبقى مودولس كي بتساوي اهو من عند ابو زيرو بايه وبعدين من عند ابو سالب 2 ببي، اضربهم في بعض على المسافة اللي من عند الزيرو اللي عند سالب 3، وأقدر أحسب قيمة الكي. طيب إيه يتبقى لي بعد كده؟ عندي مسألة تانية يعني كنت أحب إنك أنت تفكر فيها، لكن بستكمل بيها آخر حاجة بقية لي في الدرس. أنا شرحت لك زاوية الخروج، لما بيكون هي زاوية الخروج مثلا هنا ما احتجتهاش خالص، ليه؟
لانه زاويه الخروج دي بتبقى من 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 بول في الكومبلكس كونجكت. فهنا ما كانش فيه. هنا مثلا لما جيت شفت المساله دي بال ماينس كي بقلب اس تربيع 2 اس على 10 على اس تربيع، جيت كي بصفر بسطي بيساوي صفر، لقيت هنا اهو سالب 1 و3 جي وسالب 1 وماينس 3 جي دولت البولز. و امتى كي يساوي انفينيتي؟ لما المقام يساوي صفر. ادي الزيروز، ادي الزيروز، عدد البولز يساوي عدد الزيروز، مفيش اسيمتوت خالص خالص. والروت هيخرج من بول يروح لزيرو، يعني احتمال كبير كمان ما يبقاش فيه كروسنج للإيماجينري أكسيس نهائي. لكن أهم حاجة هنا هي زاوية الخروج وزاوية الدخول. الأنجل أوف ديبارشر قلنا إنه زاوية الخروج من الروت بتساوي 180 درجة زائد الزوايا اللي جاية من زيرو ناقص الزوايا اللي جاية من بولز. هنا 180 درجة عندك كام زيرو؟ عندك 2 زيرو، يبقى الزاوية اللي جاية من زيرو ده والزاوية اللي جاية من زيرو ده ناقص الزاوية اللي جاية من البول أخوه اللي تحت اللي هي فور شور ب 90 عند الكونجكت بتاعه. اما تيجي تحسبها تلاقيها سالب 25. يبقى الروت لما هيجي يخرج من البول ده هيخرج مماس لخط مايل بزاوية سالب 25، ويبقى اخوه بوزيتيف 25. طيب وزاويه الدخول للزيرو ده اسمها الانجل اوف ارايفل، 180 زائد الزوايا اللي جايه من البولز ناقص الزوايا اللي جايه من الزيروز. يبقى 180 زائد انت عايز تجيب الانجل اوف ارايفر هنا فبتوصل لكل الباقيين، يبقى انت عاوز ثيتا 1 وبعدين عاوز ثيتا 2 ماينص 90 درجه اللي هو الزيرو اخوه اللي تحت، فدي طلعت 105. يبقى انا لو داخل للجذور لازم اطلع ادخل مماس لخط مايل بزاويه مقدارها 105. لما اجي اعمل انا الكلام ده يطلع لي المحل الهندسي للجذور بتاع السيستم اللي هو من الدرجة التانية ده بالشكل ده كده، كل جذوره تخيلية ما عندوش اي جذور صحيحة، يعني على طول السيستم ده هيبقى اندر دامبد. كل ما تزود كي كل ما السيستم يبطأ معايا شوية، وكل ما السيستم الاوفرشوت بتاعته تقل شوي لانه زيتا هتزيد شوي. طيب هعمل لك كمان مثال مش هحله دلوقتي الحقيقة، لكن هحطه لك على السايت هتشوف المسألة دي وتشوف معها المطالب اللي احنا طالبينها هنا دي وتجرب نفسك في السؤال ده. مسألة بسيطة وتحل بنفس الاسلوب اللي انا شرحته، اجيب دلتا سولف دلتا فور ماينس كي، لوكيت البولز والزيروز على الاس بلين، اذا كنت محتاج كروسنج للايماجينري اكسيز اجيبها، اذا كنت محتاج بريك اوي او بريك ان اجيبها. ها وبعدين لما يقول لي هات لي قيمه كي عند زيتا بكذا ارسم الخط اللي يمثل زيتا واحسب كي بالانجل كونديشن. ها وبعدين لو حمل اي زيادة على النظام ابتدي ادرس السيستم واشوف ايه تأثير الاضافة دي على السيستم. الى هنا ابقى انا انتهيت من درس